عقدت فعاليات الجلسة النقاشية التاسعة من سلسلة الصالونات السياسية حول موضوعات الحوار الوطني بعنوان توطين صناعات ودورها في دعم الاقتصاد المصري. شملت الجلسة عدة محاور، كان من بينها مفهوم توطين الصناعات ودور توطين الصناعات في الأزمة الاقتصادية، بالإضافة لآفاق تطوير الصناعة في مصر. نتكلم على توطين الصناعة، الفرص الصناعية اللي موجودة في مصر، التحديات اللي بتقابل توطين الصناعات وزيادة الصادرات من الصناعات المصرية. احنا بنحاول ان احنا يعني نوصل لروجيتا متكاملة لوجود يعني او تفعيل شعار صنع في مصر. الأزمة اللي موجودة على مستوى العالم واضطراب سلاسل الإمداد بتوجد فرص كبيرة جدا لمصر بموقعها الجغرافي، وكمان بالفرص المواد الخام والأيدي العاملة الرخيصة. كل دي مقومات تستطيع ان احنا نعمل بيها توطين صناعه، نفعل بيها زياده الصادرات المصريه. اظن ان احنا عندنا فرصه كبيره ودائما احنا قد التحدي. توطين الصناعه اصبح غايه في الاهميه، ما اصبحتش قصه رفاهيه للدوله المصريه، خاصه مع الازمات الاقتصاديه العالميه والتضخم، نسبه التضخم وارتفاعه، واحنا حجم الاستيراد اكبر من الصادرات اللي بتقوم بها الدوله المصريه، وبالتالي اصبح ملف توطين الصناعه غايه في الاهميه. قضيه التوطين قضيه محوريه وفرضت نفسها على الساحه، خاصه في اعقاب الكوارث والازمات اللي مرت بها سواء العالم او الإقليم، بداية من الثورات العربية وأزمة كورونا ومؤخرا الحرب الروسية الأوكرانية. كل هذه الأمور يعني أثرت بشكل كبير جدا على الشكل النظام الاقتصادي العالمي، ما بين الانفتاح والعولمة بين كل الدول. انتقلنا إلى مرحلة فيها نوع من أنواع التنافس أكتر، فيها نوع من أنواع القطيعة بين بعض الدول الاقتصادية الكبرى. ملف الصناعة من الملفات شديدة الاستراتيجية وشديدة الخطورة. أنا بعتبره بسميه يعني ملف دلوقتي في الوقت الحالي ده ملف حياة أو موت بالنسبة للدولة المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية واللي بتمر بيها كمان الدولة المصرية. احنا بالنسبة لنا عندنا عبء كبير جدا على العملة الصعبة، انت محتاج توطن الصناعة لعدة اسباب. السبب الاولاني ان انت بالنسبة لك محتاج منتجك المحلي اللي يخفف عليك عبء الاستيراد، اللي انت بتستورد اللي انت يعني حاجات صغيرة والحاجات الكبيرة، فانت بالنسبة لك محتاج توطن الصناعة تخفف العبء على العملة الصعبة.